السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. أنا بصراحة أول بداية أريد أشكركم على مرافقتكم لنا في الحلقات الماضية، يعني في هذه السلسلة، سلسلة إدراك الذات ورحلة التغيير. أتمنى بأمانة أنها فادتكم وأضافت لكم شيء وتستفيدون منها في واقع حياتكم. هذا غرضنا، نحن غرضنا التطبيق، ليس الإثراء النظري، إنما نريد بعد ذلك نتغير هذا الفكر يتحول إلى سلوك كما يقال. وهي السلسلة كما ترون عامة، يعني ربما يستفيد منها الشخص الشاب الآن اللي عمره 14 15 سنة ويكتب أهدافه مثل ما احنا ما ذكرنا في الحلقات الماضية، أو حتى الأب والأم اللي معهم أولاد صغار ويريدوا يعلموهم من البداية على فكرة حس المسؤولية، على فكرة رسم الأهداف وتنمية المهارات. فأتمنى منكم جميعا الاستفادة وشكرا لكم. ونحن اليوم إن شاء الله في الحلقة الختامية نحاول نلملم أطراف الحديث بصحبة ضيفنا وأستاذنا الأستاذ محمد عبد العزيز المهتم بإدارة المعرفة للأشخاص. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، أهلا وسهلا أبو داود. حياك حياك الله. يمكن الحلقة الماضية يعني شوية تشعب بنا الحديث وذكرنا عن موضوع التربية، ربما الطفل الصغير، وذكرنا أن الأسرة الواعية هي التي تنشئ طفلها منذ البداية على تنمية مهاراته، بحيث يشعر بحس المسؤولية حتى في الأشياء البسيطة، كيف يعني يرتب فراشه مثلا، كيف يساعد في المنزل. هذا الشاب هو الذي مثل ما ذكرت أنت أستاذ محمد، هو الذي عندما سيكبر سيكون شخص واعي، عنده يعني عنده رغبة في تغيير نفسه، عنده رغبة في أن يطور، أن يفعل شيئا، عنده ربما مثل ما نقول إحساس بالمسؤولية سواء اتجاه نفسه أو اتجاه أمته. هذا الشخص هو الذي نحن نريد نستهدفه ونريد اليوم نعينه، ما نريد نخليه وحده. ففكرة أهداف، وضع الأهداف حال هذا الشاب، إذا يعني تساعده قليلا بحيث أن تقول كيف هو يحدد أهدافه في هذه السنة أستاذ محمد. ممتاز. طبعا لو احنا بنتكلم مثلا على شاب يتخرج من الجامعه وبدا يبحث مثلا، خلينا نتكلم عن المجال المهني. نعم الشاب هذا اللي تعود من صغره على حس المسؤوليه وموجوده الان بشكل تلقائي عنده، هو لما جميل يجد مثلا قله الوظائف في المجال اللي هو تخرج فيه، ما راح يقف مثل الشاب الاخر اللي حس المسؤوليه عنده ما تربى بشكل كافي. فالآن هو يبدأ أن يبحث عن مجالات أخرى، عن تنمية مهارات معينة، يبحث إلى آخره. هذا كل البحث يجب أن يؤطر بأهداف. طيب، طبعا احنا قلنا في بداية الحلقة السابقة إنه الأهداف لابد إنه يجد الشاب اللي عنده حس المسؤولية يبحث عن أشخاص لديهم باع طويل في مثل هذه المجالات، اللي هو مجالات مثلا إذا كان مثلا التنمية البشرية على بعض التحفظ اللي على الأشياء اللي فيها، مجالات مثلا مثل المستشارين، ولو كان هو بيتكلم على مجال مثلا مهني اقتصادي، مجال لو كان مثلا هو عنده مشكلة مثلا رهاب اجتماعي أو مثلا عدم بناء علاقات جيدة، يروح مثلا شخص مثلا في مستشار تربوي او مستشار اسري في علم النفس. فوضع الاهداف حسب وجهة نظري يصعب ان يوضع الاهداف الشخص بالذات في هذا العمر بمفرده، يحتاج الى اشخاص مساعدين وليس الى فقط ادوات مساعده. يعني مثلا في نماذج كثيره، مثلا نقاط القوه ونقاط الضعف والتحديات والصعوبات لبعض العلماء تمام في علم النفس، لكن هذه الادوات بمفردها أرى أن هي أيضا يصعب معها تحديد الأهداف. لابد من الاستعانة بأشخاص ذوي خبرات لكي يضعوا أهداف واقعية يمكن قياسها، مزمنة بتاريخ معين، كيفية قياس التقدم في الهدف تمام. هذه كلها الشاب هذا لابد أنه هو يبدأ يؤمن بفكرة المساعدة سواء المدفوعة أو المجانية. اليوم في الفضاء الإلكتروني ولله الحمد، وهذا يعني شيء ينم عن صواب المنهج الإسلامي بصفة عامة تمام، بغض النظر عن المذاهب أو طرق التفكير وإلى آخره، إنه نجد كثير من الأشخاص انتقلوا من العمل الخيري بالمفهوم الضيق بناء المساجد والصدقات وشنطة رمضان وإلى آخره إلى مفهوم الاستشارات المجانية. يوجد عدة تطبيقات كثيرة تمام
تقدم استشارات مجانية، تقدم بعض التوجيهات الجيدة، وبعض الأشخاص لديهم إنفاق لبعض أوقاتهم بشكل مجاني، يبحث عنها وسيجدها، حتى من لم يتوفر لديه المال يجد هناك بدائل وإن كانت قليلة بشكل أو بآخر، ولكن عند البحث عنها سيجدها موجودة في الوطن العربي، موجودة في الخليج، موجودة في الشام ومصر، موجودة في دول أخرى وهكذا. فوضع الأهداف لابد أن الشخص يؤمن أن وضع الهدف صعب ولا ويحتاج إلى أشخاص وليس أدوات فقط، أدوات معرفية مثل نماذج معينة أو كذا، يعني لا يكتفي بجوجل ولا يكتفي بالذكاء الاصطناعي ولا يكتفي بمثل هذا، يحتاج إلى شخص يساعده في وضع الأهداف، لأنه فكرة وضع الهدف بالذات للشخص اللي عنده حس المسؤولية، هو بعد وضع الهدف سيكون كل مجهوده منصب في تحقيق الهدف. فإذا كان الهدف في أصله خاطئ، فستكون كل مجهوداته المبذولة في اتجاه خاطئ، وهذه نقطة مهمة جوهرية لكي لا نصل إلى فكرة اليأس أو الإحباط أو فكرة القفزات أو فكرة مثلا لا ينجح مثلا في البلد العربية إلا من لديه واسطة، إلا من لديه علاقات، لا يمكن تكوين ثروات في هذا الزمن. يعني مثلا نسمع كثير من الشباب اللي مثلا عمرهم بين 25 و30 يقول لك زمان كان في فرص والآن ما عاد في فرص. هذه المقولة خاطئة جدا، كل زمان لي فرصه، لي أشكال معينة من الفرص. صحيح انه في 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 السابق ربما كانت الفرص اسهل، ربما كان عدد السكان في دوله معينه اقل، ربما كان الى اخره من الاشياء، ولكن كل زمن فيه فرص مختلفه عن الزمن الاخر، فالفرص موجوده ومتاحه. يعني الان مثلا نعطي مثال على العراق. في العراق في اشخاص في 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 خضم هذا الفساد المالي والإداري والسياسي والمؤسسات الموجود، يعني استطاع أنه هو ينجح، بدأ بمشروع صغير بعربية متحركة كمطعم، وبعدين يتطور إلى مطعم، وبعدين يتطور إلى سلسلة أو براند كما يقال إلى آخره. فهذا يعني أن من يضع أهداف صحيحة تناسب مهاراته وقدراته يستطيع أن يخترق الواقع ويحقق ما يريد، بشرط أن يضع هدف يتناسب مع ما لديه من قدرات ومهارات. ممتاز، جميل جميل. يعني ربما نحن استفدنا كثيرا في فكرة وضع الهدف الصحيح والاستشارة، ويكون شيء مناسب لك أنت كشخص. الآن نقول أن هذا الشخص خلاص كتب أهدافه وحدد طريقة الآن وبدأ ينفذ. التطبيق الآن التحدي، التحدي التحدي الكبير ربما في التطبيق. فما هي الطريقة الأفضل لي يعني أن يستمر الشخص في هذه الرحلة؟ أن يعني ربما الشخص خصوصا في البداية يستصعب، يعني كتب شيء جميل، شيء نظري جميل، ولكن هنا التحدي. كيف تساعدنا؟ هذا المنقذ يعني. ممتاز. في أفكار أنا أسميها أفكار عابرة للتخصصات في التنفيذ، يعني مهما كانت الأهداف، سواء كانت أهداف أسرية، أهداف مالية، أهداف روحية، أهداف عقلية إلى آخره، هذه الأفكار هي أفكار عابرة للتخصصات، بمعنى أنه كل التخصصات لابد أن تستعين بهذه الأفكار لكي تستمر محاولة التنفيذ. واحدة من الأفكار الرئيسية أنه النظري والخطة التي كتبت الوردية لا يمكن الوصول لها بشكل كامل، هذا لابد أن يعرف قبل ممارسة التنفيذ، إنه نحن نضع الخطة لا نضعها لكي نحققها، ولكن نضعها لكي يعني نجمع قوانا ونوجهها في اتجاه هذه الخطة، ثم نقيس مدى تحقيق ما يمكن تحقيقه، مثلا نسبة 70% 80% 60% من ما كتب. فتحقيق 70% مما كتب هذا يعتبر نجاح باهر، هذه واحدة من الأفكار المركزية. الفكرة الثانية أيضا من الأفكار المركزية، أنه في أثناء التنفيذ هناك شيء يصاحب التنفيذ وهو من طبيعة التنفيذ. لما نقول هذا من طبيعة التنفيذ نقصد بذلك أنه لما نيجي نقول الإنسان بطبعه تمام لديه قضاء الحاجة ولديه إفرازات تخرج مثل العرق والبول والغائط، هذا من طبيعته. ما لا يوجد إنسان على سطح الكرة الأرضية ليس لديه قضاء أو إخراج فضلات بهذه الثلاثة الأشكال، تمام؟ أيضا لا يوجد شخص ينفذ
إلا لابد لديه من فشل، من إخفاق، من تعثر، من أشياء لم يكن يتوقعها ووجدها تصادمه في الواقع. هذا شيء من طبيعة التنفيذ. فلا يظن شخص أن حينما يفشل أنه هو الشخص الوحيد الذي فشل، أو هو يفشل لأنه لم يخطط بشكل مناسب، أو أنه لم يأخذ الوقت الكافي، أو ليس لديه المهارة الكافية، تمام؟ أو ليس لديه القدرة الكافية لكي يستمر في هذا المشروع. لأنه هذه النقطة كثير محبطة لكثير من الشباب في البدايات، لما يفشل في تحقيق الخطة يبدأ يعود باللوم على نفسه. إعادة اللوم على النفس ما فيها إشكالية، لكن هو يظن أن الخطأ هذا غيره لم يقع فيه، وأن الفشل ليس هو جزءا من طبيعة التنفيذ. انظر للدول، لو تأخذ أي دولة في العالم، حتى الدول العظمى مثل أمريكا أو مثلا بريطانيا أو ألمانيا، جميعها لديها إخفاقات ثم تجاوزت هذه الإخفاقات وكررت المحاولة ونجحت في ذلك، تمام؟ لعل هذه الفكرتين الرئيسيتين تكون من أهم الأفكار اللي لابد تصاحب ذهنية وعقلية المنفذ لأي خطة في أي مجال. ممتاز. يعني أنت قصدك حتى يتجنب الإحباطات. نعم. يعني هو ربما تعب على نفسه، كتب خطة، جاهد نفسه، لكن مثلا ما نجحت هذه الخطة معه، فهذه النصائح ربما تعينه وتثبته على ذلك. صحيح، ليس كذلك؟ نعم. طيب، ماشي، هنالك طرق يعني أكثر فاعلة للممارسة في عملية تحقيق الهدف أفضل عن غيرها؟ نسمع بطرق كثيرة عندما تطبق يعني خطتك. ما هي الطرق الأفضل بالنسبة لك أنت في تطبيق الخطة؟ يعني إحنا نقدر نجملها في 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 جملة واحدة: مراعاة السنن الكونية. هناك سنن كونية لا تحابي أحد. كلما جعلت أهدافك تخضع للسنن الكونية، كلما كانت أهدافك أقرب للتحقق. يعني نعطي مثال، مثلا يعني من أفضل من تكلم في السنن الكونية وكتاب سلس ومناسب للشباب، اللي يعني هو أصلا المؤلف كتب في بدايته أنه هذا الكتاب أو الكتابين هذه مناسبة للشخص اللي تخرج من الجامعة، تمام؟ كتاب هي هكذا رقم 1 ورقم 2 والجزء الأول والثاني لعبد الكريم بكار، تكلم فيها عن ما يقارب 60 سنة كونية، تمام؟ مراعاة السنن الكونية عند وضع الأهداف وعند التنفيذ مهمة جدا، وتجعل يعني مثلا نأخذ مثال واحد وهو الأشهر، يعني مثال التدرج، فكرة التدرج، تمام؟ فكرة غير مراعاة عند كثير من الشباب. يعني هو يقول لك مثلا أنا اليوم معايا 5000 مثلا ريال عماني، أو 50,000 ريال سعودي، أو كذا درهم أو كذا دينار، وأرغب أنه يكون عندي الهدف حقي يكون عندي 1,000,000. هذا يستغني عن فكرة التدرج. يعني هو الآن يعمل خطة بعزل عن السنن الكونية وجزء منها التدرج. فهنا هو غالبا راح يخفق في هذا الهدف وراح يحبط. ليش؟ لأنه هو ما أخذ فكرة السنن الكونية في الاعتبار. ممتاز. احنا ما نتكلم عن تحديد الهدف الآن، نتحدث عن تطبيق الهدف، تطبيق الخطوات. ممتاز. الآن خطوات تحقيق الهدف، دائما أنا مع فكرة في كتاب يعني جميل جدا، رغم أنه هو كتاب كامل لكنه ما فيه إلا فكرة واحدة مركزية، الكتاب اسمه العادات الذرية. خلاصته يقول لك: ضع هدفا أقل من أنك لا تفعل. ممكن تكلمت عنه قبل كذا. هذا الكتاب رائع جدا في فكرة أنه لا تضع أهداف كبيرة، عكس ما يتم في الواقع النظري والعملي عند الشباب. يعني مثلا إذا أنت مثلا تبغى تقول: والله أنا أبغى أرفع من دخلي مثلا، فأنت تيجي تقول: أنا أبغى أزيد شهريا مثلا 5 ريال، 5 ريال عماني شهريا أبغى أرفعها من دخلي، مع أنه أنت ممكن تستطيع ترفع 20 أو 30 أو كذا، لو كان مثلا عندك محل أو عندك مثلا تجارة إلكترونية أو عندك وعندك إلى آخره. فدائما يعني الخطوات حق تحقيق الهدف لابد أنه هو يعني يضعها، أول شيء يضع أهداف بسيطة، وأيضا يجزئها إلى أجزاء صغيرة. يعني مثلا لما أنت تتكلم على خطوات التنفيذ، أنا دائما أقول في 3 خطوات أساسية لو أنت تبغى تحقق هدف أثناء ممارسة التنفيذ نفسه. 1، أعطي نفسك وقت للتفكير.
في الهدف، يعني فكر في الهدف. اثنين، لما تيجي تمارس الهدف كن عندك صفتين، الصفتين هذه لابد تكون موجودة أثناء تنفيذ الأهداف، الجراءة والمبادرة. الجراءة والمبادرة، لابد تكون مبادرا، لأنه في الغالب تحقيق الهدف يحتاج إلى حركة، حتى لو حركة في الفضاء الإلكتروني، تمام، مراسلة شركة لو أنت مثلا مبرمج، لو في الواقع أنت بتطلع برا المحل حقك وتقدم مثلا شيء مجاني للزبون، فأنت لازم يكون عندك جراءة ويكون عندك مبادرة، ما تنتظر من الناس أنهم هم يدخلوا المحل عندك مثلا، ما تنتظر أنه أنت تعلن عن نفسك مثلا في موقع لينكد إن كونك مبرمج وتنتظر الشركات يراسلوك، لا، أنت تبدأ تبادر وتراسل الشركات كونك مبرمج مثلا، تمام، انت يكون عندك جراء انك انت تنظر لنفسك بنظره جيده فتقول انا ليش ما اخاطب الشركات، تمام، عشان انهم هم ممكن يعني يقتنعوا بي كموظف، ما تقعد تقتنع ما، لكن لما انت يكون عندك استحياء عكس الجراءه، او يكون عندك او ما يكون عندك يعني مبادره جيده، تنتظر الاخرين هم يبحثوا عن المبرمج الفريد اللي ما في منه في العالم، بهذا العقليه ما راح تقدر تمشي. الخطوة الثالثة إنك أنت لما تقوم بعمل معين، قبل العمل حاول تجعل العمل في أجود جودة ممكنة، تمام، وبعد العمل ابدأ شوف مشاكل العمل وطوره، لكن لا تظن أنك ستقدم عملا كاملا. هذه الثلاث الخطوات أتوقع أنها يعني جيدة في مساعدته على تنفيذ الهدف أيا يكن. ممتاز. وبعد ما بدأ في العمل، يعني دائما احنا نسمع، ربما يعني انا اضيف عليه، هي فكره المثابره، فكره الاجتهاد، فكره انك انت تكرر على نفسك، تحل يعني تضغط على نفسك انك تعيد وتعيد، ولا يعني لا تشعر ان الطريق طويل. فهل هذه ايضا فكره التكرار المثابره؟ الفرق، وهذه قاعده لو اخذها الشخص ايا يكن عمره وطبقها راح يلاقيها يعني ممتعه جدا الحياه. الفرق بين الناجحين والفاشلين هو فقط عدم الضجر من تكرار المحاوله. بس. قاعده بسيطه جدا. اذا اتبعها سيصل في يوم من الايام الى ما يريد. اما الفشل، واكثر الناس اللي هي تقف في نصف الطريق هي تتضجر من المحاوله. فقط، يعني الناجح، ما اينشتاين ولا نيوتن ولا ميسي ولا اي شخص ناجح في مجاله، تمام، ما نجح الا بتكرار المحاوله فقط. يعني هو جرب وفشل، واحنا قلنا الفشل جزء من التنفيذ والى اخره والى اخره، في الاخير وصل. فالشخص اللي يريد ان يصل الى النجاح يحتاج الى تكرار المحاوله بشكل دائم. طبعا ما يكرر المحاوله الا لما يعني يعدل، يسوي اللي هي الفيدباك او التغذيه الراجعه، يشوف ايش عنده من اخطاء ويعدل الاخطاء ويكرر المحاوله، وهكذا وهكذا في اي مجال من مجالات الحياه. نعم. يعني اذا احنا بنلملم الصوره كامله في كتابه الهدف، اول بدايه انك انت تكتب الهدف الصحيح، ثم تبدا تهيئ نفسك ما قبل التطبيق، ثم تبدا في من المثابره والتكرار في اثناء التطبيق، ثم بعد ذلك تقيم ما أنجزت. إذا يعني تعطيني، هل هكذا، هل ترتيبي هكذا صحيح؟ نعم نعم صحيح صحيح. ممتاز ممتاز. بس يعني واضح يعني من كلامك أن طريق تحقيق الهدف شاق وطويل، يعني وبيجلس الشخص تعبان ومجتهد طول هذه الأيام، متوتر وحاس بالهم، يعني ممكن الهدف بعدين بيتحقق ولا ما بيتحقق، أو بيتحقق بعد فترة طويلة، فكيف يتحمل هذا الشخص هذا الضغط أثناء تحقيق الهدف؟ ممتاز. كثير من الأشخاص يكتشف أيضا هذه القاعدة في نهاية حياته ويندم على أيام كثيرة وهو قاعد يحقق أهداف. السعادة لا تكمن في الوصول ولكن تكمن في الطريق. فكرة أنك أنت تسعى لبناء منزل، هذا شيء جميل. الوصول إلى المنزل هو لحظة لحظة، تروح للبنك وتدفع بقية الأموال أو تشتري بيت، تمام، أو تعمر مكانك مثلا في خلال سنة أو كذا، هذه لحظة. أما فكرة جمعك للأموال وإشغال فكرك بهذا الموضوع وكذا، هذا نفسه هو السعادة. يعني الآن كثير من الأشخاص ينتحروا لأنه توفر عندهم كل شيء، لأنه ما عاد في شيء داعي للحياة.
الحياه صحيح انه فيها كبد، جزء من الكبد، ولكن طبيعه السعي لو الانسان نظر لها بايجابيه تمام، سيجد ان هناك متعه في الطريق تتضاعف عده يعني مرات مقابل الوصول الى القمه. يعني الان مثلا لما شخص يجي يالف كتاب، الكتاب راح ينتهي منه في لحظه، هو راح يكون سعيد في هذه اللحظه بلا شك، هذا يعني ما في اي اشكاليه انه هو، لكن اثناء تاليفه اذا كان هو يعاني زي انت ما قلت من الضغط والقلق والى اخره، ستكون حياه الشخص عباره عن يعني انهماك وقلق وكبت يعيشه، لكن هو يتامل الايجابيات في هذا السعي، انه وجد بحث معين كذا ثم كذا ثم كذا، الاخفاقات، انه تعلم شيء جديد اثناء الرحله تمام، انه تعرف على اشخاص جيدين اثناء الرحله، هذه كلها ايجابيات يجب ان يستمتع بها اثناء انقضاء الرحله. وايضا في نقطه مهمه، انه الهدف مطلوب فعلا، نحتاج الى انه احنا نحقق الهدف، لكن لما احنا نسعى مثلا 3 4 5 سنوات ونحقق نصف الهدف، احنا قلنا هذا ايضا يعتبر من النجاح، لانه لا يوجد لا شركه ولا دوله ولا فرد في العالم وضع هدف وحققه بنسبه 100% الا ما ندر، او يكون اصلا من البدايه الهدف اللي وضعه هدف اقل من قدراته ومهاراته، وهذه ايضا بعض الاساليب الذكيه في وضع الاهداف تمام. فالاستمتاع بالرحله تمام سيضمن سعادة أضعاف أضعاف الاستمتاع فقط بنقطة الوصول أو نقطة تحقيق الهدف. ممتاز ممتاز، يعني أشعر أن الحمد لله كأننا لملمنا جميع فكرة إدراك الذات ورحلة التغيير وكتابة الأهداف وتقييمها، وصولا إلى أنك أنت خلاص يعني حققت أهدافك وصرت ذلك الشاب القوي الذي يخدم نفسه أولا ثم يخدم أمته، وهذه غايتنا كانت من السلسلة. لكن ربما يعني احنا تناولناها بطريقة علمية بطريقة ممنهجة، وأشكرك حقيقة أستاذ محمد يعني على عطائك طول هذه الحلقات. لكن يعني هذه النقطة التي يعني جات في بالي، فكرة أحس أن احنا ينقصنا أصلا الاهتمام بهذه الأمور، معرفة هذه الأمور، التفكير العلمي. يعني هناك زهد كبير من هذه الحلقات من وضع هذه الخطط. الناس كثيرة يقولوا أنا أعرف بنفسي وأبائي معلميني وأنا أدرى بنفسي عنكم أنتم. فإذا تعالج لنا هذه النقطة أستاذ محمد. ممتاز. في تصور يعني متضخم عن العلم، يعني لما احنا نجي يقول لك ما هو تعريف العلم، تجد مئات التعاريف والاختلافات وإلى آخره. أنا بالنسبة لي عندي نظرة مختلفة للعلم. الآن الشخص الذي لا يمارس العلم ولا يقرأ في علم نفس النمو ولا يمارس أي شيء، هو عالم. هو عالم بدرجة من الدرجات، كيف؟ العلم في أساسه هو قراءة لتجارب متعددة وأخذ المشتركات منها فقط. العلم بالذات العلم التجريبي ما هو علم يعني ما هو شيء كبير، أو طبعا هذا ما هو انتقاص من العلم ولكن هذا توصيف للعلم. تمام؟ فالآن يعني أنا أعطيك مثال بسيط، أنت الآن لو أنك مربي تمام ل يعني حيوان معين، الدواجن أو الأبقار أو إلى آخره، وبدأت تربي دون أخذ خبرات من الآخرين، فيبدأ عندك يموت بعض القطيع، يبدأ يحصل مشاكل، تبدأ الأوزان تنخفض، تبدأ إلى آخره، فإيش إيش اللي راح تسوي؟ بكل بساطة راح تروح إلى مربي قديم لديه خبرات وتستعين فيه وتتقدم في تجارتك، صحيح؟ نعم. هذا الفعل هو علم، هذا الفعل هو علم، لكنه علم في درجة بسيطة. طيب زمان ما كانت في هذا العلوم كلها اللي احنا نتكلم عنها قبل 300 سنة ما كانت موجودة تمام. الآن ايش اللي يحصل في نفس القصة اللي احنا قلناها في موضوع التربية مثلا؟ اللي بيحصل انه في مجموعة من الباحثين في جامعة معينة في دولة معينة راحوا لأكثر من 10,000 مربي وشافوا إيش الأشياء الجيدة اللي قاعدين يقوموا فيها تمام، وجمعوها وقالوا العلم في تربية الحيوانات مثلا الأبقار يجب علينا الخطوات التالية 1 2 3 4 5. الآن أنت لما تترك هذه الخمس الخطوات أنت إيش قاعد تسوي؟ أنت قاعد تضيع مجهودات 10,000 مربي غيرك ما استفدت منه، انت الخسران الوحيد. 10,000 مربي تمام استفادوا من بعض
قرأوا هذا التقرير أو هذا البحث أو هذا المجلة وتقدموا في التربية. بطبيعة الحال إيش اللي راح يحصل؟ أنت حتكون موجود في السوق بدون علم، والآخر سيكون موجود في السوق بالعلم. من سيحقق نتائج مالية أكبر؟ من سيكون نفسيته أفضل؟ من ستكون علاقته بربه أفضل؟ من سيكون الاجتماع أو العلاقات الاجتماعية أفضل؟ من يأخذون بالعلم؟ فالشخص اللي ممتاز. يرفض أخذ العلم هو سيكون متأخر. إذا هو كان مبسوط بوضعه لا يغير، لكن في نفس الوقت إذا ما غير لا يشتكي من سوء الحال. سوء الحال هذا يرجع إلى عدم استفادته من الخبرات الإنسانية من أي أن تكن، دراسات أمريكية، دراسات أوروبية، دراسات خليجية، دراسات عربية إلى آخره. فالشخص اللي ما يأخذ بالعلم هو يأخذ بعلم ولكن بشكل بسيط. فأنا يعني دائما عندي مقولة يرفضوها بعض الأكاديميين، أقول كل الأشخاص علماء، كل الأشخاص، لأنه كل شخص هو يستخدم الاستقراء اللي يستخدم العلم ولكن بشكل مبسط. فإحنا نبغى نعالج تصورين. التصور الأول إنه العلم لا يعطيه أكبر من حجمه، العلم هو جمع للتجارب وأخذ المشتركات، استقراء بشكل موسع. أيضا رقم اثنين، لا ننظر لنفسنا بنوع من الاستحقار، تمام؟ الإنسان البسيط هو عالم ولكن بدرجة بسيطة وبدرجة بسيطة من التعقيد. الآن أنت لو جيت مثلا أو أي شخص خرج من بيته فلقى سيل بعد الأمطار، بطبيعة الحال في المرة المقبلة لن يغادر المنزل بعد وجود الأمطار. هذا اللي سوى إيش هو؟ هو علم، هو عمل استقراء ناقص، تمام، وقام بعلم، فهو عالم في حد ذاته ولكن علم بسيط. نعم، جميل جميل، واضح 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 أستاذ محمد، أشكرك صراحة، جزاك الله خير. ونحن إن شاء الله يعني هنا دور المفكرين أيضا أن يعطوا الصورة الصحيحة للعلم بدون إفراط ولا تفريط، وعسى أن تكون قناتنا أيضا يعني منبر من هذه المنابر. وبهذه المناسبة في ختام السلسلة يعني إذا توجه لنا كلمة في قناة العيادة الفكرية توجيهية أستاذ محمد. والله قناة العيادة الفكرية يعني أنا بالنسبة لي أجدها قناة رائعة جدا، وتحاول أن تتجاوز كثير من الثغرات الاجتماعية والتربوية والسياسية والدينية أيضا، وتحاول أن تجمع شتات الكلمة، وتحاول يعني أن تجمع ولا تفرق. وأيضا يعني الجميل فيها أن تفتح باب النقاش، ولا أجدها متصلبة فيما تطرح رأي من هنا ورأي من هناك. فيعني جزاكم الله خير على هذا المجهود. شكرا، شكرا لك على المتابعة وعلى هذه الشهادة وعلى هذه الكلمة، وشكرا لك على جميع هذه الحلقات التي يعني أعطيتنا من وقتك فيها، جزاك الله خيرا. وشكر لكم أنتم كذلك متابعينا الكرام، سررنا حقيقة بصحبتكم، نلتقي بكم إن شاء الله في سلاسل وفي حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.